Now begins our daily Arabic language programming. كلمات حية. الآن تبدأ الإذاعة المسيحية لجميع أنحاء العالم بث برنامجنا اليومي باللغة العربية. سوف يذاع البرنامج باللغة الإنجليزية في الساعة 4:20 مساء على الموجة 15825 ميجا هرتز. فاغتم الملك، ولكن من أجل الأقسام والمتكئين معه أمر أن يعطى، فأرسل وقطع رأس يوحنا في السجن، فأحضر رأسه على طبق ودفع إلى الصبية، فجاءت به إلى أمها، فتقدم تلاميذه ورفعوا الجسد ودفنوه، ثم أتوا وأقبروا يسوع. فلما سمع يسوع انصرف من هناك في سفينة إلى موضع ثلاء منقربا، فسمع الجموع وتبعوه مشاة من المدن. فلما خرج يسوع أبصر جمعا كثيرا فتحنن عليهم وشفى مرضاهم. ولما صار المساء تقدم إليه تلاميذه قائلين: الموضع خلاء والوقت قد مضى، اصرف الجموع لكي يمضوا إلى القرى ويبتاعوا لهم طعاما.